وجهك بالناس رزقت الناس تنظر في جمالك وتفاءل المكروه قرر يتوب ويترقب ثوابك تدخله في ظل عرشك المجيد لبيك يا أقرب من الحبل الوريد لبيك يا أقرب من الحبل الوريد يا بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد سبحان الله منذ سنة كاملة وأنا أنتظر هذه اللحظة لحظة التواصل معك في هذا البرنامج تواصلا بالروح قبل أن يكون بالشاشة وليس لي ولك هدف إلا الله وإذا طلع الله على قلبي وقلبك فوجده بهذه النية فأنا لا أستبعد أن يدخلني الله وإياك تحت ظل عرشه يوم القيامة يوم لا ظل إلا ظله تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه أجمل نظرة في حياتك أرأيتم هذه العبارة؟ لقد قمنا ببنائها حلقة حلقة وبدأنا التحضير لهذا البرنامج منذ سنة كاملة وهو في الصراحة يعني أكثر برنامج أخذ مني جهدا ووقتا قطعنا فيه مسافة أكثر من 10,000 كيلومتر ومررنا بأكثر من 6 دول ما بين الغابات والبحيرات والقرى في إفريقيا فرأينا عجائب منها ما تمكننا من تصويرها لكم ومنها ما فاتنا مع الأسف وأنا هدفي من هذا البرنامج أن تصل أنت إلى لحظة ترى فيها أجمل نظرة في حياتك ستحس أنت بعد هذه النظرة بشعور ما مر عليك من قبل اسمح لي أن أخبرك ما هي أجمل نظرة في حياتك كلها يا الله هل تعلم أنك في سبيل الوصول إلى هذه النظرة تحتاج إلى خطوات معينة؟ هذه الخطوات لن نقولها فقط في هذا البرنامج بل سنقولها ونصورها بطريقتين الأولى تصوير رسم وهذا الأسلوب كان يستخدمه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فأحيانا يرسم خطوطا على الرمل ليشرح للصحابة بعض المفاهيم ومع وجود وسائل تصوير الحديث يمكننا أن نرسم بعض الأفكار التي يستغرق رسمها ساعات بثوان معدودة وهذا ما سنفعله ومعنا في هذا الرسام المبدع عبد الرحمن تسلم يدك يا عبد الرحمن الطريقة الثانية أن نطبق الأفكار عمليا أمام عينيك حتى لو اضطررنا للسفر إلى أقصى بلاد الدنيا مثلا في أثناء البرنامج تكلمنا عن حديث عظيم من أحاديث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الذي فيه أن فرحة الله تعالى بتوبة عبده أكثر من فرحة الذي نجا بعد هلاك محقق وكنت أود أثناء الشرح أن أصور فرحة حقيقية لشخص تم إنقاذه ومنذ سنة وأنا أفكر بالطريقة وكنت أحاول التواصل مع خفر السواحل أو الدفاع المدني لكي نجلس مع فريق التصوير عند غرفة العمليات ننتظر بلاغا عن إنقاذ إنسان لعلنا نصور فرحته وبينما نحن نستعد لذلك خطرت ببالي فكرة أفضل قلت في نفسي لماذا ننتظر إنقاذ شخص أو شخصين لماذا لا نذهب بأنفسنا إلى مئات المحتاجين الذين قد يموتون في أي لحظة بأفريقيا وننقذهم بالتبرعات هذه هي أبلغ فرحة وفعلا ذهبنا إلى هناك في حملة إغاثية وكانوا يستقبلوننا بأناشيدهم وأهازيجهم الخاصة فرحا بالإغاثة وصار الأمر خيرة فبدلا من أن ننتظر إنقاذ شخص قمنا بإنقاذ الكثيرين ولكم أن تتخيلوا فرحتهم عندما تكلمنا عن عجائب الصابرين وكيف ضربوا أروع الأمثلة في عدم جزعهم على مصائبهم سافرنا إلى وسط المتضررين من إخواننا في سوريا ونقلنا لكم بعض عجائبهم من الرضا بل الفرح بما أصابهم معنى الذي أصابهم والله لا يستحمله بشر إيش حصل معك الله يحفظك كنا بنلعب طابق أنا وفاتي
مشات الطابة، رحت لجيبة شفت شي جنبي لمسته فجر. لغم كان فجر فيه. الحمد لله قطع ايدي. الحمد لله قطع ايديك، الله يعوضك احسن منهم ان شاء الله. وبعد ايش كانت اصابتي غير تقطع اليد؟ صار شيء عيني. عينك ايش فيها؟ عينك ما تشوفيها؟ ما اشوف فيها ان شاء الله. بقى الله عز وجل ترى فيها وجه الرحمن يوم القيامة ان شاء الله. كيف لطفل يفقد يديه وعينه ان يفرح مع ان الذي اصابه يحزن اسرة باكملها؟ بل انه يقول كلاما عجيبا. انت متضايق علي؟ لا الحمد لله ما انا متضايق. لا سوؤني على الجنة، سوؤني على الجنة. ديات القصد سببها الجنة؟ سوؤني على الجنة ان شاء الله. عندما ذكرنا أيضا موضوع أن الإنسان يزرع له حسنات في حياته تظهر له بعد وفاته، ذهبنا إلى قرية معدومة من قرى أفريقيا وقمنا بإغاثتهم وإعطائهم أشياء بسيطة. وكان أحد الشباب عندهم أسلم منذ فترة، وكان يكلم إخوانه وأصدقائه عن طيبة المسلمين وحاول أن يدعوهم إلى الإسلام ولكنهم لم يسلموا. فلما رأوا اهتمام المسلمين بهم وإغاثتهم لهم أقر الله عين هذا الشاب بإسلام إخوانه جميعا أمامهم في نفس اليوم، ولقناهم الشهادة. فما أروعه من موقف. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. الحمد لله. وفي إحدى القرى التي زرناها قرية أسلم أهلها حديثا، ذهبنا إليهم فوقفوا ينتظروننا عند المسجد الذي يصلون فيه بالعادة، فإذا هو عبارة عن صخرات فوقها هلال بلا سقف ولا جدران ولا شيء. فلما وعدناهم ببناء مسجد لهم كأن الروح عادت إليهم. انظروا إلى فرحتهم. بشرهم الآن أننا بإذن الله عز وجل سنحاول أن نجمع لهم متبرعا بإذن الله عز وجل يبني له مسجدا في هذا المكان، ومبدئيا أنا متأكد أنه يوجد، لهذا بشرهم أننا سنبني مسجدا هنا. وعندما تكلمنا عن أن الله تعالى يبدل سيئات التائب إلى حسنات، ذكرنا أن هذا يشابه حالة المدين الذي سجنوه بسبب دين، فجاء إنسان فدفع عنه دينه بالكامل وأخرجه من السجن، ثم فوق هذا أعطاه نقدا مثل قيمة الدين الذي كان عليه. طبقنا هذا بالضبط في دولة إفريقية نائية في أقصى غرب إفريقيا، وأخرجنا 8 مساجين، دفعنا دين المساجين بالكامل وأوصلناهم إلى بيوتهم، ثم أعطيناهم مثل قيمة الدين الذي كان عليهم نقدا. وقد صورنا فرحتهم وتأثرهم من أجل أن ترى أنت بنفسك ردة فعلهم، ثم لك أن تتخيل بعدها فرحة التائب يوم القيامة عندما يرى ذنوبه التي كان مدينا بها تحولت إلى حسنات، كما قال تعالى فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. في حلقة ولد صالح يدعو له كان أمامنا تحدي في البحث عن أكثر من نفع أمه أو أباه، فأخبرونا عن يتيم في إفريقيا فقد البصر في إحدى عينيه والتحق بملجأ الأيتام وهو صغير وأمه غير مسلمة، فأخذه ملجأ الأيتام ورباه على الإسلام، وكان في صغره يهرب من الملجأ لكي يزور أمه ويحدثها عن الإسلام ويطلب منها أن تسلم، ولكن بلا فائدة. اليتيم كبر الآن، فسافرنا إليهم وطلبنا من الأم أن تأتي معنا هي واليتيم لإحدى الرحلات الإغاثية، وطلبنا منها أن تشاركنا توزيع المساعدات، فكانت تفرح بذلك حتى أن قلنا لها سنوزع المساعدات باسمك. وفي نهاية الرحلة تحقق لابنها أمنيته، لقد أسلمت الأم وقام الابن بتلقينها الشهادة. أشهد الله إله الله إله إلا الله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. الله أكبر. الحمد لله.
فعلا ولد صالح قد نفع والدته في حياتها بالإسلام، ولا شك أنه سينفعها بعد وفاتها بالدعاء. وهكذا في البرنامج كنا ننتقل من مكان إلى آخر لنصور لكم تطبيقا واقعيا لكثير من الأشياء تكلمنا عنها، لأن الإنسان إذا سمع الكلام بأذنه ثم رآه بعينه كان ذلك أبلغ على القلب، لأن وصول المعلومة إلى القلب من مصدرين أقوى بكثير من وصولها إليه من مصدر واحد. ولهذا كان يساعدنا في ذلك رسامنا الفنان عبد الرحمن، انظروا مثلا ماذا قدم لنا في بعض الحلقات. يا الله يا الله سلمة يمينك يا عبد الرحمن. حتى أدق التفاصيل في البرنامج اهتممنا بها من أجلكم، مثلا عينك يجب أن تكون مرتاحة طوال عرض البرنامج، ولهذا اجتمعنا مع أكثر من مهندس ديكور واخترنا تفاصيل الخلفيات وشكل التصاميم وكمية الإضاءة على دراسة معينة تعطيك جانبا جماليا ممزوجا بالهدوء ومبتعدا عن الزخارف الكثيرة المشتتة للذهن. حتى اختيار الألوان حرصنا أن تكون هادئة، عندما نأخذ التصوير عن طريق الرافعة هذه اهتممنا أن تظهر لك صورة كما يقال صديقة للعين، فالمقصود أن تعيش 10 دقائق كاملة مليئة بالراحة من أولها إلى آخرها بأدق تفاصيلها. وبما أن الموضوع يتكلم عن أجمل نظرة في حياتك فيجب أن يكون نظرك مرتاحا طوال حلقة البرنامج. لكن ما هو المقصود من عنوان البرنامج أجمل نظرة في حياتك؟ إنها نظرة معينة أقصدها بالذات، ولكن دعوني أقربها لكم. لقد بحثت عن أغلى نظرة يمكن أن تكون لإنسان فلم نجد، ولكننا وجدنا شيئا يعطينا مثالا مقربا لها. إن الذي كان أعمى ثم رزقه الله البصر فإن أول نظرة له هي نظرة مميزة جدا. وقد كانت هناك مؤسسة طبية متخصصة تقوم بعمل مستشفيات متنقلة بين الدول التي يكون بعض أفرادها فقراء لا يتمكنون من إجراء عمليات العمى، فتقوم المؤسسة الطبية بإجراء العمليات لهم، فيذهبون مع أطباء العيون وأجهزة متنقلة إلى وسط الغابات ويدعون أفراد القبائل هناك ويعالجون أبصارهم بإجراء العمليات. فبعضهم يكون أعمى ثم تجرى له العملية في المخيم الطبي فيبصر، فقررنا أن نرافقهم في السودان وفي جمهورية بنين وأيضا في جمهورية توغو، ووجدنا حالة لشخص كان أعمى ثم أبصر بعد العملية وشاهد أحبابه وأهله ومارس حياته بشكل طبيعي. ماذا حدث له بعد أن أبصر؟ سنرى المشهد كاملا وسنعرف قصة هذا البرنامج أيضا، لكن في الحلقة القادمة بإذن الله عز وجل. تابعونا. يا الله يا الله يا رحمتك بالناس رزقت الناس تنظر في جمالك وإطفاء للمكروه قرر يتوب ويترقب ثوابك تدخله في ظل عرشك المجيد بك يا أقرب من الحبل الوريد لبيك يا أقرب من الحبل الوريد.